impression. You OPN, we should be closer than friends. If you OPN, علشان نعمل يا جماعة الشوكولات موس في الكوبايات هنحتاج مع بعض 180 جرام من الشوكولاتة الدارك السودا 70% 55% زي اللي عندكم، بس تكون الكواليتي بتاعتها الجودة بتاعتها كويس. تمام، هسيحها واجي لكم. هنا يا جماعة انا كده سيحت الشوكولاتة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، هسيبها على جنب. هاجي هنا في حلة واحط 120 جرام من اصفر البيض. تمام، 120 جرام. واحط عليهم 60 جرام من السكر الخرز، 60 جرام. هضربهم كده كويس زي ما انتم شايفين كده، واحطهم على جنب. ودلوقتي هجيب 60 جرام من الفريش كريم، كريمة الخفق، وهسخنهم في الميكرويفر. هسخنهم كده. الفريش كريم سخن. بعد ما سخنت الفريش كريم هنزل على البيض شوية بشوية. ما ننزلش مرة واحدة عشان ما يعملش معانا سكرامبل، البيض يستوي. بعد كده هنضربه في المكنة، بيتسمى باتا بوم او زبايون. هجيبه وانزل في حلة المكنة، شغلت عليه المكنة كده. شايفين يا جماعة كده الباتا بوم بتاعنا طلع، الزبايون طلع. بص الرفع ازاي، هاخده وانزل بيه على الشوكولاتة. بس اهم شيء يا جماعة الشوكولاتة بتاعتي تكون دافية، يعني ما تكونش باردة. تمام، هنزل بيه شوية بشوية وقلب.
كده يا جماعه الاصفر بيض مع الفريش كريم مع السكر اتمزج مع بتاع عليه باتا بوم، شايفين تحفه. هسيبه وارجع لكم. واخر حاجه يا جماعه هجيب 450 فريش كريم، كريمه الخفق، وهضربها نص ضربه. انا مش عايز اضربها جامد يا جماعه، انا عايزها سوفت، عايزها يعني مش ناشفه، طريه. انا مش عايزها متماسكه، انا عايزها نفس الشكل كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. انا كده هطلعها خلاص، كده انا طلعتها. هبدأ انزل بيها شويه بشويه على الشوكولاته بتاعتي. بسم الله. شوكليت موس ايه يا جماعه؟ ما اقولكوش حكايه. ينفع في الناس اللي شغالين كاترينج، يطلع في كوبايات تحفه. اهم حاجه يا جماعه الكواليتي بتاع الشوكولاته، الجوده بتاعت الشوكولاته، عشان يطلع معاكي شوكليت موس حقيقي زي اللي بتاكليه كده في شركات الطيران. اللي بيسافر يعرف يعني ايه شوكليت موس، بيتقدم على الطياره. شايفين اللمعه؟ يلا نصبه في الكوبايات. شايفين يا جماعه اللمعه؟ تحفه. هدخله التلاجه 4 ساعات 6 ساعات. يا ريت تجربوا المقادير دي يا جماعه، مش هتنسوها.
وعملت كمان يا جماعة منه ميني. طلع تحفة يا جماعة. هيخش التلاجة 6 ساعات 4 ساعات. شايفين الجمال؟ ممكن بقى تحط عليه اي حشوة من اللي عندك، بيوريه، تفاح، شيري، اناناس، بيدي طعم تحفة بالفواكه. يلا بينا نشوف هنفنش ازاي دلوقتي يا جماعة. بعد ما طلع من التلاجة بعد 2 3 ساعات، بصوا هفنش بالكاكاو. انتوا بقى ممكن تفنشوا بأي حاجة تانية، شوكولاتة، شوكولاتة بيضة مفرومة، أي حاجة. هحط عليه الكريز. حاجة كده ولا في الخيال، تحفة. شايفين يا جماعة الشوكليت موس طالع عامل ازاي؟ شايفين؟ تحفة. جربوا المقادير دي، مش هتنسوها، تنسناش. سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.